ولد عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير في 1 فبراير لعام 1962. هو سياسي ودبلوماسي سعودي. هو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداء من 29 من إبريل لعام 2015 وحتى 27 من ديسمبر لعام 2018. هو عضو في مجلس الوزراء ابتداء من تاريخ 2018 ومبعوث المملكة لشؤون المناخ منذ 29 من مايو لعام 2022. في أولى سنوات انخراطه في العملية السياسية تقلد عادل الجبير العديد من المناصب السياسية والحكومية، حيث كان مساعدا في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة، ثم ناطقا بلسان سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة، ثم عضوا في الوفد السعودي في الأمم المتحدة، ثم رئيسا لإدارة المكتب الإعلامي في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة، كما عمل مستشارا خاصا لشؤون السياسة الخارجية في ديوان ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في آن واحد، ثم مستشارا في الديوان الملكي السعودي، ثم سفيرا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، وذلك في الفترة من 29 من يناير عام 2007 إلى 21 من أكتوبر من عام 2015، ثم أصبح وزيرا للخارجية السعودية. ولد عادل الجبير في مدينة المجمعة الواقعة شمال الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لعائلة محافظة ومرموقة في المجتمع السعودي. فوالده هو الشيخ أحمد بن محمد عثمان الجبير الذي كان يعمل ملحقا ثقافيا في السفارة السعودية في ألمانيا ولبنان واليمن. عمه هو محمد بن إبراهيم بن جبير الذي كان رئيسا لديوان المظالم ووزيرا للعدل ورئيسا لمجلس الشورى وعضوا في هيئة كبار العلماء. عمه الآخر فهد بن محمد الجبير الذي تقلد العديد من المناصب الحكومية وأبرزها أمينا للمنطقة الشرقية، وأخوه نايل الجبير الذي يعمل مستشارا إعلاميا للسفارة السعودية بواشنطن، وأخته نوال الجبير التي تعمل بمنصب أستاذ مساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. تلقى عادل الجبير تعليمه الأساسي في كل من ألمانيا ولبنان واليمن حينما كان والده يعمل بتلك الدول ملحقا ثقافيا. حصل على درجة البكالوريوس من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1982، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن عام 1984. ولقد ساعده كثرة التنقل من دولة إلى أخرى أثناء إقامته ودراسته على إتقان لغات تلك الدول مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية والاستفادة من ثقافة الدول التي زارها أو عاش فيها. تزوج عادل الجبير من الأردنية فرح الفايز وهما مرتبطان منذ أن كان الجبير سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية ولهما ولدان. اختير عادل الجبير كشخصية الأسبوع من مجلة التايم في عام 2002 وجائزة الخريجين من جامعة شمال تكساس في عام 2006 والدكتوراه الفخرية من جامعة شمال تكساس في عام 2006، واختير كدبلوماسي السنة من الغرفة التجارية الأمريكية العربية عن إسهاماتي في تقارب العلاقات الأمريكية السعودية عام 2009. حاز على جائزة الإنجاز الدبلوماسي من المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية. في 8 من إبريل لعام 2021 منح جائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020 والتي يقدمها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وذلك نظير جهوده المميزة والواضحة والتي مثلت السعودية في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والتي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح والطرح الفكري والسياسي المعتدل في كافة المحافل والمنصات الدولية. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.